في ليلة كانت هنالك عائلة ما بين باسلة وبين مناضلة وكبيرة تبدو بعمر جراحها يائسة لكنها متفائلة إذ أنها كانت توزع صبرها ما بين أيتام ولهفة أرملة ولها عليل إن دعاها باسمها بعباءة صفراء تمسح كاهلة وصغارها تهوى الجلوس بقربها تحكي لهم قصص الأميرة كاملة قالوا لها قصص بغير نهاية فعلى المسامع لم تكن متداولة ها نحن ننتظر النهاية فابدئي بدأت بقصتها الحزينة قائلة يوما من الأيام سارت قافلة بأميرة نحو العبيد القاحلة كانت كآيات تسير نساؤها إلا هي كانت كباء البسملة لم يبق من تلك الرجال لها سوى رجل وقد كانت يداه مكبلة صار الحديد مراقبا خطواته بحرارة يهوي يعانق أرجله وهنا السؤال عن احمرار ثيابه أو من دم أم من حياء السلسلة بكت الأميرة دون دمع ثابت أو دمع يبقى من بكاء مهرولة دارت بها الأزمان بعد كفيلها سكتت فقالوا هل هنالك تكملة قالت سأكمل قصتي واسترسلت بحديثها عن كافل ومدللة مولودة في بيتها لكنها في قلبه سكنت وعاشت داخلة قمر يضاهي الشمس نور جبينه تأتي النجوم عشية لتغازل يسراه في وقت العناق فراشة يمناه في وقت المعارك باسلة مذ كان طفلاً كان يحمل قربة من شم قربته يشم جدائلة في عينه الحمراء غضبة فارس في رفع تلك الحاجبين مقاتلة يحمر في كل الحروب وتارة يحمر لو كانت هناك مجاملة فقدته في إحدى الحروب بنينوى قتلته غدراً أمة متخاذلة ورأوا بتلك العين حق أخوة فرموه من تلك السهام الباطلة وأخوه ودع نفسه من بعده لا يستطيع العيش أن يتخيل وأراد يخرج سهمه لكنه ألم لتلك العين لن يتحمل صلى على كفيه فرض بكائه دمع الأخوة لا يجوز بنافلة أصحابه أبناؤه ورضيعه أخوانه رحلوا لأشرف منزلة فاستوحدوه وما يزال بريده بالحب يبعث للأنام رسائل قد صار ذاك النحر في هيهاته بين الكرامة والمذلة فاصلة وتوجهت عيناه صوب خيامه فبها الأميرة لم تزل متأملة من حوله الأعداء حاطت مثلما لو حاوطت كل المناجل سنبلة ذبحوه عطشانا وكان لإسمها أثر على تلك الشفاه الذابلة سلبوه ثوبا وأصبعا وعمامة والخيل جالت كي ترض مفاصلة رسموا المخطط للسبا بسياطهم لأميرة كانت تشير البوصلة ومشوا بها وعيونها لبناتها فبغيبة الكفال صارت كافلة وبكعب رمح أو شتيمة والد ساروا بها وطريقهم ما أطوله
بطريقهم إحدى البنات تعارضت وتوفيت وسياطهم متواصلة، وتوفيت أخرى وكان رجاؤها قم يا أبي قم يا أبي متوسلة، وصلوا بها للقصر فهي أميرة، دخلت إلى قصر الطغاة مبجلة، إذ كان طاغي العصر يفخر ضاحكاً ويظنها مكسورة ومولولة، شهرت سيوف كلامها في وجهه، وقفت بكل شجاعة لتجادله، بطشت به والقصر مال بعرشه في خطبة لكنها كالزلزلة، قد حاول استفزاز بعض دموعها لقتيلها واختار بعض الأسئلة. قولي وكيف رأيت ذبح كبيركم؟ قالت جميلة قولها ما أجمل، فليصبع المقطوع صار علامة حتى يدل لثورة متكاملة، لكنها في الليل تفترش الثرى جرحاً وإيثاراً وعيناً هاملة، وصغارها يدعونها علتنا، هم مثلكم فعلاً وليست أمثلة. سكتت فقد نام الصغار جميعهم، فلعل قصتها الحزينة هائلة، هي هكذا في كل يوم لم تنم تحكي لهم قصص الأميرة كاملة. والطفل يأوي للمنام بحجرها، فتظله لتشمه وتقبله.